تحية إلى جميع مستمعي ومشاهدي صوت لبنان مع هذه الحلقة الجديدة من كواليس الأحد. يقف لبنان على رصيف الانتظار تتقاذفه رياح التأثيرات الخارجية مسلوب الإرادة، يواجه مخاطر وجودية من النوع المعقد والمتداخل. كل شيء وارد نتيجة ذلك، وأحسن السيناريوهات الممكنة فيه الكثير من السواد نتيجة هذا الرابط الموجود بين الواقع اللبناني والخارج. والغريب أن بعض الخارج خائف على لبنان ويعمل لتجنيبه الكأس المرة أكثر من بعض اللبنانيين. يقول الكثيرون إن عودة لبنان إلى ما كان عليه مستحيل، أما المزيد من الانحدار إلى الهاوية فيعني سقوط هذا المشروع الحضاري في هذه المنطقة الساخنة والمعقدة. قراءة في معطيات المشهد اللبناني في هذه الحلقة من كواليس الأحد مع ضيفي الوزير السابق نقول نحاس. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك للمستمعين. سؤال الأول استاذ نقول عن إقامة لبنان بمنطقة الخطر، شو السر؟ قدر لبنان أنه يبقى بهذه المنطقة؟ ما هو بيقولوا أنه التاريخ هو نتيجة الجغرافيا. أنت جغرافيا تبعك، المكونات الأساسية تبع المنطقة أنت بتختزلها كلها سوا. دونك تناقضاتها بتجي لعندك، توافقها بيجي لعندك، واختلافها بيجي لعندك. نحن في من السبعينات نحن في نوعا ما اختراع شرق جديد، في هالتضارب بين المصالح، وبين كل واحد عم يحاول يكون عنده نقطة أو منطقة نفوذ. صرنا من السبعينات نحن بهذا المشهد، ما غير. مشان هيك لبنان يختزل كل هذه التناقضات وكل هذه الخلافات وكل هذه المحاولات لإبراز نوعا ما المصالح المتناقضة جدا جدا جدا. طيب شو ضعف المناعة عند اللبناني؟ يعني منلاحظ انه في دول غيرنا عندها التأثيرات الخارجية بس ما بتوصل لحد 100-124 سنة، ونحن من وقت نشوء لبنان بهالمشكلة أكثر من السبعينات. يعني عم نحكي بالـ58 وقبل كانت هذه المشكلة موجودة. أنت عم تدفع ثمن أنك عم تجرب تكون مشروع حضاري، كلمة كتير قلت أنت وكتير مزبوطة، بمنطقة مشروع حضاري بأي معنى. أنت عم تقول أنك أنت بدك تعمل بيئة تعيش فيها بتوافق بتناغم وبإبراز هوية جديدة للجميع، هي اسمها هوية لبنانية أو هوية الوطن. نحن اليوم وللأسف من سنة 1920 عم نحاول أن ندوب السرديات الطائفية لنخلق هوية وطنية. نجحنا؟ لا، لم ننجح لحد الآن، هذا حقيقة. هلأ السؤال، قادرين ننجح؟ يعني هل ممكن لبنان يكون بلد قابل للحياة؟ ممكن، ولكن بدها شروطها. أول شيء بدها ظروفها، بدها قناعة عند المكونات اللبنانية أنه هيدا مصيرة، وهيدا أفضل المصائب، لأنه ارتباط الضمني والفكري لمكونات اللبنانية إلى بتقول قوى أكبر وأوسع من خارج لبنان، هيدا بيخليها أن تكون في عندها عدم تناغم بين بعضها. مشان هيك اليوم نحن عم نشهدها، ما أنا بعدة حقبات. لبنان من 1920 إلى اليوم، أو من وقت ما أخذ استقلاله لليوم، كل 15 سنة ينهار نظامه، كل 15 سنة على الساعة. 1943، 1958، 1958، 1973، 1975، 2000، 1990، 1990، 2005، 2005، 2020. هذا تكوينه. ليش؟ لأنه ما عم نقدر نحن نستوعب شو يعني المكونات أو الفرق بالمكونات الحضارية اللي بلبنان بيكونها. مش هناك حضرتك مشروع حضاري صحيح، ولكن لهلأ اليوم ما عم نقدر نخلق الهوية اللبنانية الحقيقية، ما عم نخلق الهوية اللبنانية التي هي تتفوق على الهويات الأخرى. هون القصة،
إسا الهوية المسيحية، إسا الهوية السنية، إسا الهوية الشيعية. جربنا كل شيء الحمد لله. إيه تطغى، لا بي 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 تطغى، تطغى مشروع. على الهوية اللبنانية الحقيقية. بيطلع طرف عنده مشروعه، عنده رؤية، يبى نفسه أكثر انتماء إلى مشروع آخر غير منبثق من الهوية اللبنانية. هذا هلا التاريخ بيعلمنا كل هدول من ايام عبد الناصر الى 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 اليوم. صار عنا نوعا ما الامثله الكافي تنقول حان الوقت ان نفكر كيف بدنا نرجع نخلق حيثيه لنخلق هويه وطنيه تجمعنا ولا تفرقنا. استاذ نقول نحاس، رح تعطيتني الباس المباشر على الوضع الحالي اللي نحن فيه اليوم. سؤال واحد عند العالم اليوم مين ما كان عم يسأل، هل هناك حرب واسعة تنتظر لبنان؟ شو حمل معه أموس هوكشتين عبيروت لمن إجا؟ أموس هوكشتين ما بيجي، ما إجا بشي بيقول يعني هيك بمساج خاص. هو أموس هوكشتين بذكرنا بمش مثل ما كان يجي فيليب حبيب على لبنان بالزمان، دائما عند بس الأزمة. كان يحل فيليب حبيب، ما بعرف إذا حل باتفاق 17 أيار. ما لا حل قبل، عم بحكي عن مشكلة زحلة بالثمانينات، أزمة الصواريخ بين سوريا وإسرائيل، في محلات كانت تصبح معه، بس عم بحكي بالحل الكبير ما قدر، بس ما قدر. فإذا نحن دائما بلبنان بيجينا موفد من أيام، يعني على طول في موفد بيجي لما نحن منكون بأزمة مصرية وطنية. أموس ما تفتكر أموس جاي معه عصا أو جاي معه، بس عنده جو. أموس جاي يقول، يبلغ لكي نحن نعرف حقيقة الأمور. شو هو حقيقة الأمور؟ شو اللي قاله؟ إنه نحن في 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 مرحلة صعبة جدا، وإنه كل الإمكانيات موجودة، وإنه علينا نحن أن نكون يقظين، أن نكون واعين، أن نكون بنعرف كيف نحمي حالنا. يعني هو ما عنده ده بيقولوا عصا سحرية يقول اعملوا هيك بتصير هيك، وما جاي يهدد، ما جاي يقول إذا عملتوا هيك بتاخدوا هيك، جاي يشرح شو إمكانية الوضع أن يتطور، كيف يمكن لهذا الوضع أن يتطور. جاي يعمل يعني مثل دائما المفيدين بيجوا أول شيء يستشفوا حقيقة الوضع عندك بلبنان، ومن ثم يقولوك شو حقيقة الوضع خارج لبنان، لانه الوضع اللي خارج لبنان له عده متغيرات، له عده امور هي بتغيره. مانك انت ضابط، مانك ماسك انت عصا صحية تقول هيك بصير، لا لا، كل الامور عم تتضارب ببعضها، لانك انت بمرحله مصريه اساسيه تكوين شرق اوسط جديد. خففت كثير من دوره كوسيط، يعني ما حمل معه سابقا، حمل مشروع معين واضح كان موضوع الترتيبات بالجنوب المطلوبة لتطبيق 1701. هالمرة بس هذا بقي، هذا ما راح، هذا موجود، هذا وينه موجود. بس وين المعطى؟ هذا بيرجع لألك، بيرجع للفريق اللبناني اللبناني. يعني وجه الأسف اليوم، هل ترى الدولة اللبنانية هي تتحكم بكل الأمور؟ لا، أكيد لا. عم ترجع بتعيد كلام الرئيس مئاتي قرار الحرب والسلم مش عندنا. ما هذا يعني أنا إذا قلت عكسي بتصدقني شيء؟ إذا قلت لك أنا الأباء بإيد الحكومة اللبنانية وحدة، أنت بتقبل هالحكي؟ مش مزبوط. هذا وقت عم نحكي اليوم أمور مصرية. اليوم ما وقت إن نجي نقول النظريات شيء والواقع شيء آخر. بس أنت الواقع أخذنا لمحل صعب جدا أستاذ نقولة. أنا ما عم أقول لا، بالعكس أنا عم نبه. قول طيب، يفترض انه حدا يتحرك يقول انه ما فينا نهدد قبرص، ما فينا نهدد العالم، كذا واضح. هيدا ما بده تأويل وما بده تفسير، لانه واضح اليوم اللي عم يصير هو هالتناقض الاساسي بالداخل اللبناني عم يترجم بهالتناقض على صعيد الخارجي. باي معنى؟ انك انت اليوم مثل ما قال رئيس مئاتي، انت عندك اليوم ايدك الحرب والسلم، انت بيدق القرار، انت ما بيدق القرار، ولكن انت عم تجرب قد ما فيك انك تحيط الموضوع لما يتطور، لما يروح الى الأسوأ، لما الشعب اللبناني باكمله يتحمل تبعاته. اليوم عم تعمل الفن الممكن وليس فن الذي يجب ان تقوم به، لانه التكوين الداخلي للدوله للمكونات اللبنانيه ادت الى هذا التخلخل في التوازن. ليس هناك توازن اليوم بالوضع الداخلي. عدم التوازن الوضع الداخلي عم يخلق لك صعوبات
بأنك أنت تدير كدولة، كدولة عند القرار الفاعل والمطلق. هذا مش موجود اليوم. مش هناك أنت اليوم عم تديرها بالطريقة فن الممكن، فن الممكن. بيجي آموس بيقول لك 1 2 3 صحيح. آموس إجا قال كيف نعمل 1701 الانسحابات إلى حد معين، موضوع دخول الجيش، موضوع تعزيز دور اليونيفيل، موضوع ترسيم الحدود، وهذا قائم وهذا ما تغير. يعني شو كان جواب حزب الله عن كلها؟ وأكيد نقلته هذا الجو لحزب الله. حزب الله هذا مش ما عم أقول سر، يعني هو بمشاديته هو وبيقول أنا أرتبط هذا الموضوع كله بموضوع غزة. هذا وللأسف ما فعلا توافق لبناني أكيد، يعني بس إنه هذا موقع وهذا موقف. وهذا عم أقول لما بقول أنا ما في توازن، يعني ما في توازن، هذا جزء من عدم التوازن بالمشهد اللبناني، ولكن هذا بيتعالج بغير محل وليس بهذه الحكومة طبعا لا. فإذا أنت بدك تدير الوضع أنك تخفف قد ما فيك السلبيات على 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 وضعك، بس ما بإيدك كل طيب الأمور. بالعمل يا أستاذ نقول نحاس، شو عمل الرئيس مئاتي لما سمع كلام السيد حسن نصر الله، الاتصالات اللي عملها مع الأبارسة مع غير الأبارسة شو عمل؟ ما عندي أنا لأنه دولته من هون ما عندي فكرة شو صار مع الأبارسة، بس أنا بدي أقول أنه يعني أنا بتحليلي الخاص أبرص موضوع أبرص موضوع دقيق جدا تماما، وأنا بقول يا ريته ما صار، بس ولكن الموضوع الأساسي هو أبعد من أبوس. موضوع الأساسي وهو كيف نحن بدنا نمنع تفاقم الأمور. نحن يعني إذا بدي أقول شغلي، يمكن الفرص عم تضيق قدامنا لنخرج من هذا الأتون، عم تضيق قدامنا لأنه أنت شايف كيف الأمور عم تتوسع، كيف الأمور عم تتطور، كيف الموضوع هذا اللي شايفه أنا، يمكن هيدا أنا رأيي هو الأولوية، كيف نمنع تطور الأمور. لأنه كل اللي عم يجوا ما بس آموس إلا كل اللي بيجوا بيقولوا نحن بنوعا ما بالفرصة الأخيرة بأي معنى، إنه أنت منك قادر إنه هذا الوضع ضل يستمر من دون ما يكون عندك قدرة إنك تضل مسيطر عليه. لهلأ نوعا ما في ضبط لعدم تطور الوضع، ولكن نحن مينا هذا إذا طول هذا المسار ما أكيد منضل نحن بهالقدرة على ضبط هذا الموضوع، لأنه مع التدخلات اللي عم تصير من قبل الحكومة اللبنانية، من قبل رئيس مئاتي، من قبل كل أصدقاء لبنان، لهلأ الوضع عم ينضبط. بس يا هل ترى إذا تطور الأمور بغزة، إذا تطورت الأمور برفح، إذا وصلنا لوقف أطلقناه أول وقف أطلقناه، لأنه يقال أنه من هلأ لخمس أسابيع يمكن يصير هناك نوعا ما تهدئة بالموضوع بغزة، شو بينعكس علينا؟ الله أعلم، الله أعلم. مش هناك نحن ما معنا كتير وقت لكي نقدر نروح إلى مسار مختلف، مسار تهدئة، مسار أو منع التفاقم السلبي علينا، لأنه الكل بيدفع تمام هذا الموضوع. ويا هل ترى نحن عنا كلفته؟ ما بعرف، وأكيد ما عنا إياه، لأنه بال 2006 كان وضع مختلف. مش هناك اليوم الخوف الكبير إذا تفاقمت الأمور شو الانعكاس علينا؟ لما بتسمع التحذيرات بعض الدول اللي رعاياها الكويت، يحكى كندا، وأنا في تجربة كمان أصدقاء من قطر يبدو تلقوا تحذيرات بعدم الحضور إلى لبنان، كيف تقرأ مثل هذه التحذيرات للرعاية الخليجيين والأجانب؟ تفاقم الوضع واضح، يعني ما بده تحذيرات. نحن بس ما كان في تحذيرات يعني قبل هلأ، يعني في عنصر جديد. لا يمكن قوية التحذيرات ولكن ليس جديدة، لأنه إذا بناخذ المشهد من أسبوعين، من شهرين، من شهر، لا في تطور، في تطور، في تطور سلبي بأي معنى. أنك أنت اليوم أنت ضابط كل مفاصل اللعبة من مفاصل الأزمة؟ أكيد لا. مش هيك اليوم لما بتلاقيها عم تتفاقم سلبيا، اليوم يلي ما انه مضطر يكون عنده تواجد في لبنان بيقول لك احسن ما تجي، بس ما معناتها في خبريه معينه او في شغله معينه بيعرفوا انه حتصير بهالنهار الفلاني. هو جوعه المسار وجوعه. مش هيك عم نقول يجب 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 ان نقبى مظبوط موضوع رفح، يجب ان نقبى مظبوط شو بده يصير بعد رفح، يجب مزبوط نشوف لكي ما ترتد علينا الموضوع، لأنه اللي عم يصير بجنوب لبنان وبشمال إسرائيل
اليوم ما حدا يمكن او جانب الاوروبي جانب الامريكي هذا الموضوع عم يرغبوا ضغط فظيع ليضل تحت السيطره، بس يمكن يجي وقت ما يبطل عندهم هالقدره. رح ينعى انتخابات بفرنسا، رح ينعى انتخابات بامريكا، رح ينعى على مشاهد على 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 امور يعني يمكن بصفي هذا الموضوع موضوع ما عنده أولوية أو ما عنده أهمية، ما في أولوية، ما عنده أهمية. هون الخوف، هون الخوف. أصدقاء لبنان ويلي هني بيساعدوا لبنان، يلي هني ضبطين نوعا ما عم يجربوا يضبطوا الوضع، بكي يفوتوا هني بمشاكلهم الداخلية يبطل فيها الضغط وتتفاقم الموضوع في غزة وفي رفح وفي وصفي عندنا نحن الخيارات أنك تصفي أنت تدفع ثمن أغلى موجودة. انطلاقا من كلامك الرابط كبير واضح انه بين ما يجري في غزه وفي الجنوب، بدنا يضل عيننا على رفح وغزه لا نعرف شو بده يصير بالجنوب. بس هو هني هذا الموضوع ما بقى يعني مش هذا من احد المواضيع اللي بتخلق نوعا ما عدم توازن. هذا الموقف للحزب بشكل واضح، وهذا الخلاف معه بشكل واضح، انه الموضوع هذا نحن عنا قدرته، عنا حملته، عنا امكانيته. هذا الموضوع يطرح كل يوم ويبحث كل يوم. لنحاول شوي نكمل الصورة أستاذ أولى نحاس. ينضم إلينا في قراءة سياسية عسكرية إذا صح القول الكاتب السياسي الأستاذ أسعد بشارة. صباح الخير. صباح الخير دكتور شربل. صباح الخير للأستاذ أولى. صباح الخير. سؤالي عن التصعيد اللي صاير يعني إن كان من جانب حزب الله بالكلام اللي قاله السيد حسن نصر الله، إن كان بالعمليات العسكرية اللي وصلت لمحيط صيدا، هيدا دليل على شو؟ كمان في تحذيرات لبعض الرعاية الأجانب والخليجيين بلبنان. أستاذ أسعد بشارة، هيدا دليل على شو اليوم؟ وكمان في تحصينات لقوات اليونيفيل بالجنوب. تماما. قوات اليونيفيل بتشتغل بناء على داتا، يعني ما بتعمل تحليل او شيء. ببعض الوقائع المتسلسله من اسبوع الى اليوم او اكثر من زياره اموس هوكستين الى تل ابيب ثم بيروت ثم تل ابيب، الواضح انه هوكستين نقل رساله مفاده انه مش قادرين نكبح بقى جناح اسرائيل، وهو يعمل بناء لسياسة الإدارة الأمريكية على احتواء أي حرب ومنع قيامها، تتقاطع السياسة الأمريكية هون مع طهران اللي وقفة بعدها وراء الخط الأحمر ما تخططه. كلام أمين عام حزب الله الهدف منه رفع السقف لمحاولة الاتقاء من هذه الحرب، لكن القرار بإسرائيل يبدو أنه يذهب أكثر فأكثر نحو توسيع الجبهة في لبنان. اللي قاله هوكستين قدام مسؤولين لبنانيين هو انه نحن ما بقى قادرين نقول لإسرائيل نهدي إسرائيل، ورجع تل أبيب بناء على يعني مقترح أمريكي بإبقاء وتيرة التصعيد حيث هي دون أن ترتفع. لكن الرئيس نبيه بري امبارح بالمعلومات كان ينتظر رد من هوكستين، والاجتماع بينه وبين نتنياهو كان سيء وما حصل هذا الرد. هذا أوضح مؤشر على أنه الأمور ليست مجرد حروب نفسية أو حروب دعائية، إنما دخلت بمنطقة خطرة، وبالتالي إمكانية الانتقال من الوتيرة الحالية اللي بتنخفض وبترتفع من صباح 8 تشرين إلى مواجهة أكبر ما حدا بيعرف شو طبيعتها، صار هذا احتمال قائم وقائم بقوة. وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم إلى واشنطن وحكي كلام واضح أنه الأمور ستحسن بالنسبة لحرب غزة والحرب بشمال إسرائيل، يعني عم نحكي جنوب لبنان، بنتيجة المحادثات بواشنطن. هل قد برأيك الأمور صارت رايحة لمحل الحسم؟ يعني نكاد نجزم أنه قرار الحرب يتخذ بين أمريكا وإسرائيل. بمعنى السؤال يعني الجواب على هذا السؤال، هل تستطيع أمريكا احتواء الاتجاه الإسرائيلي نحو الحرب أم لا؟ إذا قدرت معناتها في احتواء معين رح يمارس بالأسابيع والأشهر المقبلة على أمل أن يكون هناك مفاوضات. إذا لم تستطع، الجواب هو إنه إسرائيل يمكن أن تخاطر وتذهب منفردة إلى توسيع المواجهة، مع إنه الإسرائيليين حكومة الحرب عم بتحاول
تروح بهذا الاتجاه بغطاء أمريكي أو بعدم ممانعة أمريكي، لأنه بتعرف أنه إذا اتسعت هذه المواجهة يمكن أن تشترك إيران، أنا بعتقد بشكل غير مباشر، يعني أيضا في معطيات خطيرة، وهون على الدولة اللبنانية، على الحكومة اللبنانية، على الرئيس نجيب ميقاتي تحديدا اللي هو هلأ رئيس السلطة التنفيذية، أن يؤكد أنه هل دخلت بعض فصائل غير لبنانية إلى لبنان. اثنين، بموضوع التهديد لأبرص أيضا على الحكومة اللبنانية تقول بشكل معلن، مش بس تمارس دبلوماسية ناعمة على طريقة وزير الخارجية، أن تقول بوضوح تفصل نفسها عن ما أعلنه أمين عام حزب الله بالنسبة لأبرص، لأنه لبنان يذهب فرق عملي بهذا الاحتمال. بالتالي عم نشهد الحقيقة غياب، شبه غياب، يعني في جهود دبلوماسية عم تنعمل على الصعيد الحكومي، ولكن في شبه غياب لتأكيد استقلالية قرار الدولة وعدم موافقتها على ما يحصل. اللبنانيين بدون يعرفوا هلا قدام خطر الانتقال إلى حرب، هل أن الحكومة اللبنانية قادرة على القول لا للشيء اللي عم بيصير؟ هل هي ستكون بخطوة أو خطوات وراء حزب الله اللي هو عم بيقرر، أم أنها ستتخذ موقفا مستقلا؟ اثنين، ختاما، مجلس النواب يجب على النواب، طبعا مش نواب حزب الله، يعني على النواب خاصة النواب المعارضة، أن ينزلوا إلى المجلس النيابي وأن يطالبوا بعقد جلسة لمناقشة كل ما يحصل، لأنه ما في أي حالات تكبح ما يقوم به حزب الله بهذا الموضوع، ما يضع لبنان في عين العاصفة، وهذا أخطر ما يمكن. الفراغ على صعيد القرار اللبناني اللي لازم يرفض ما يحصل ليحمي لبنان غير موجود. بدي أشكرك الكاتب السياسي الأستاذ أسعد بشارة، أعود إلى ضيفي معالي الوزير الأولى نحاس. يعني اختصر الواقع اللبناني اللي عم تحكي، نحن بمحل معين في مشكلة وفي مأزق قدام لبنان، في واقع ما فيك تطلع منه. لبنان فاقد مع عدم قدرته على انتخاب رئيس جمهورية، مع عدم قدرته على كل موعد دستوري، بيسفي فيه هناك جمود وتعطيل. هيدا معناته لبنان ماشي سيستمه، ماشي نظامه؟ أكيد لا. لبنان حاليا منذ يمكن من 2000 في هناك عدم توازن بالمعطى السياسي الكامل، وأنا قلته وبكبرها كل يوم. والحال نضل الحال أنه اللبنانيين حانوا أنه يوعوا أنه ما فينا نضل مغمضين عنينا ونحكي الكلام الشاعري ونحكي نقول اتفاق الطائف ووحدة وطنية وليس هناك شيئا ما على الأرض عم يأبجي أنه نحن قادرين أن نستمر بهذا النظام. استاذ نقول البعض عم بيقول في مشكلة بالنظام. أنا مأكد لك في مشكلة بالنظام، يعني بدنا هذا النظام. قلت لك هذيك الساعة كل 15 سنة النظام بيوقع، يعني بيبطل إنه عم يقدر إنه يكون عنده فاعلية للاستمرار كل 15 سنة على الساعة. فإذا نحن عم ندفع ثمن عدم القدرة على أن نقعد على طاولة واحدة ونقدر نقرأ بالنتيجة مستقبلنا كيف بدنا نعمله سوية. اليوم في ناس بتقول مش وقتها، لأنه في عدم توازن كبير، في اختلال توازن كبير اليوم بالمعطى السياسي، وهذا معهم حق فيه. بس كمان بيجي متين مال بتقول أنه أنت عم تسألني السؤال ومعك حق، لأمتى ولكيف السؤال؟ أنا بقي يلي عم نعيشه اليوم والأسئلة الكبيرة يلي يمكن تتدحرف لأنه وتكلفنا بشكل غير موصوف، ليس ناتج عن ما بيقول خطأ بالحساب. ما فيك إذا تعمل حساب، انت ما فيك تعمل حساب لانه ما عندك قدرة انك تاخد قرار كصعيد وطني. يوم مش عندك قدرة، ما عندك قدرة تنتخب اي جمهورية، ما عندك قدرة تعمل حكومة، ما عندك قدرة انك تلاقي الحد الادنى من ممارسة السلطة. اليوم السلطة بلبنان لما عملها بالطائف جماعية شو يعني؟ يعني الغى السلطة، صارت السلطة مكونة من مراكز قوى وليس من مركز واحد يحاسب عليه. المحاسبة بلبنان بالنظام الدستوري غير قائمة، غير موجودة. يعني هذا بيقول لك تنتفي الديمقراطية، انتهت الديمقراطية. نحن عم ندفع ثمن هذه المشهدية، لأنه خلصت ما نطلع من الحرب بال1990، ما نطلع من الحرب
قبلنا بآلية طلعنا الحرب، ولكن ليست هي آلية تقدر تحطك على مسار مستدام. طيب بروح على تفاصيل الشيء اللي حكيته، مشكلة انتخاب رئيس الجمهورية، الشغور في موقع الرئاسة الأولى، شفنا حركة مبادرات خارجية داخلية لا يتحركوا كل اللي تحركوا. أول شيء مشكورين، كل واحد بيتحرك، بس ولكن تحركوا عندهم القدرة أنهم هن يلاقوا نوعا ما التوازن الجديد. شو يعني رئيس جمهورية؟ يعني توازن، يعني تسوية كبيرة، مش بس إعادة صياغة التوازن. لأنه رئيس جمهورية اليوم بالفعل، هل ترى اليوم بالطاق دستور الطائف إسا عنده هو القدرة أنه يكون الحكم أو يقدر يكون هو صاحب القرار؟ طرحت شغلة مهمة، إعادة صياغة التوازن. صح، كيف بدنا نعيد صياغة التوازن لمن طرف بيطرح مرشح وهيدا ما في غيره؟ أنا هذا اللي عم أقوله، يوم المبادرات اللي عم تصير لنشوف كيف ممكن، كيف في إمكانية أنك تلاقي ضمن هالفكرة إعادة التوازن، ولكن بنوعا ما ضمانات معينة يلي هو ما بده يغير التوازن أو بده يحافظ على التوازن القائم لمكان يكون، إذا في توازن جديد يكون محافظ هو على نوعا ما الموقع المميز اللي عنده اليوم. هذا الموضوع للأسف عم يحدث بشغلتين كتير 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 مهمين وكبار. أول شيء الانهيار المالي، ثاني شيء الحرب بغزة. هالشغلتين هدول عملوا يعني هذا بسموه the worst case condition، هذا أسوأ شيء ممكن يصير، أنك أنت بتخبط داخلي لينفتش على وضعيتك، على مستقبلك، على كيفية التعايش هذا المشروع الحضاري، كيف بدك تخلي ضل عايش. اجتك شغلتين كبيرتين جدا جدا جدا، الموضوع الاقتصادي المالي المعيشي، ومن تاني مال الحرب بغزة يلي فريق من اللبنانيين انغمس فيها من دون ما ياخذ رأي بقية. شو اللي بيخلي انتخاب الرئيس ممكن اليوم؟ أنا رأيي ظروف بدي أقول ظروف خارجية تفرض نوعا ما إعادة بناء التوازن. بدنا ننطر يعني ما في رئيس قبل نهاية الحرب اللي صايرة بغزة. بال 58 وبكل الظروف كان دائما يتنتهي الظرف، شو يقولوا في لبنان، لا غالب ولا مغلوب. هي نتيجة الصيغة اللبنانية، هي نتيجة الصيغة اللبنانية. ايه بس هلا طالما ما فيك تطلع بلا غالب ولا مغلوب، ما فيك تلاقي مخرج، ما فيك تشوف تتبصر انه في مخرج معقول، لانه مبين بالنتيجة هيدي حب او اعادة توازن او الحفاظ على التوازن. هلا هون صرنا بموضوع تاني، الحفاظ على التوازن غير إعادة التوازن. يعني عم في ناس بدهم يحافظوا على توازن معين، في ناس بدهم يغيروا التوازن، ولكن هذا الموضوع اليوم ظروفه مش مية. يعني شايف بالأفق إمكانية إنه انتخاب إسلامي إفرنجي إذا طرف حاول يحافظ على هذا التوازن بتسوية ما. ما أنا قلت بس مقابله في ناس بدها تغير، بيحمل البلد هذا الموضوع، وهذا إحنا فيه بس هذا اليوم. عم أقول لك أسوأ ظروف ممكن تنوجد هي هذا الموضوع، عدم انتخاب رئيس، الفراغ، التعطيل بظل حرب الجنوب، وبظل إن هي حرب اقتصادية علينا أو علينا نحن، يعني نحن فيها حاليا، لأنه إعادة بناء الاقتصاد يفرض حتما يكون في هناك سلطة فاعلة تأخذ قرارات فاعلة. وشو بتقول للي خايفين إنه ما يكون في انتخاب رئيس بالمرة، يعني يكون هذا آخر رئيس لبناني ونروح على شيء مختلف كليا؟ لا ما تبصوا هذا، أنا خليني مش هلاد، لأنه بالنتيجة ليك، لأنه اليوم عم ينحكى عن خطر وجودي في شغلة. أنا مش من الناس اللي بيقولوا بيشوفوا خلاص الهوي خلاص. اليوم في شيء أنت بتبين عندك، واضح عندك، بسموه ريزيلينس، يعني المقاومة الشعب اللبناني لظروفه وسيطرته عليها. إذا بتلاقي اليوم الحياة أو القطاع الخاص في لبنان غريب، ولا كأنه في حرب، ولا كأنه في أزمة اقتصادية، ولا كأنه في أزمة مالية،
اليوم انت اليوم لما صاب البنزين كلفته يعني بالملايين، اليوم السيك بنفس عجقة السير. اليوم لما الكهرباء بتعطيك كانت 4 ساعات 5 ساعات بتلاقي على طول كل شيء مضوق، كل شيء مشعشع. هيدا خد اليوم القطاع الخاص كيف عم يتفاعل وعم يشتغل. روح على انزال على بيروت، انزال على وين ما كان، بتلاقي الحياة نوعا ما فيها استمرارية، فيها نشاط، فيها حيوية. هيدا لبنان، هيدا لبنان. بس بالمقلب الثاني استاذ نقول لنحاس، في شباب عم بتهاجر، في مسؤول عم يجي بيقول لك نحن بدنا نرجع نعد، مشان هيك عم يقول لك في خطر على وجود لبنان. في طرف قرر اليوم انه هاي عملية نوقف نعد، ما بدنا اياها، بدنا نرجع نعد. شو بنعمل؟ من 75 90 هاجر اكثر بكثير ما هاجر اليوم، ورجع نصهم اذا ما اكثر. اليوم هذا ظرف، اليوم اللي عم يروح ما بيقول الحمد لله، ولكن إشارة إيجابية إنه أو ما عم يروحوا على بلاد ما بيرجعوا منها، عم يروحوا على الخليج، عم يروحوا على بلاد بيرجعوا منها. نحن بهمنا إنه هالمرحلة تخلص لنتبين بالنتيجة قدرتنا أن نسترجع أبنائنا. هذا الموضوع ظرفي، نحن عدنا 15 سنة من 75 إلى 90 بحرب داخلية، ما كان في نظام، ما كان في شيء، ورجعوا. نحن اليوم صلنا هلأ من سنة 20 أو 19 بهالأزمة هيدي الكبيرة. هذا الموضوع أنا قدرة لهلأ، وعمل لك القطاع الخاص عنده حيوية، عم ترجع الأمور بالقطاع الخاص، ترجع تاخد ما تاخد مجراها الطبيعي. بس برجع بقول أي دولة بدها تقوم أو أي توازن جديد إذا ما بيأمن القدرة للاقتصاد انه يرجع يقف على يعني ما عنده ولا شانس، ما عنده ولا قدره انه يستمر. اليوم لانه فقدنا نحن قدراتنا الماليه، اليوم اي حكم بده يجي او اي نظام بده يجي يجب ان ينطلق من قدرته على ارجع اعاد النمو، ارجع اعاد القدره الاقتصاديه للبلد، يرجع يحدد دوره في المنطقة، ويحدد كل هالأمور يلي هي عايشت لبنان من 43 لليوم. فإذا الموضوع ما بس توازن سياسي، ولكن قدرة على إدارة البلد، قدرة على نمو، قدرة على اقتصاد. لأنه نحن المال اللي عشنا عليه اللي كان مش لقلنا صفنا، اليوم بدك تنتج، بدك تعيش من ما أنت تنتجه، بدك ترجع تعمل اقتصاد منتج. هذا الموضوع ما نهين بس سولي وما من مكان فيه عمله. رح فصل معك الموضوع الاقتصادي بس لأختم الموضوع السياسي لحتى نقدر نطلع بخلاصة. أي تعديلات من خلال خبرتك مطلوبة اليوم على النظام السياسي لحتى يصير هذا النظام شغال مثل ما بدنا؟ اقتصاد شغال، بدنا نظام سياسي شغال. في أمور بسيطة ممكن تنعمل تخلي هذا النظام يرجع يشتغل بشكل طبيعي. كلمة بسيطة تسهيلا بتسهل الوضع ومس ما بتكون واقعية. شو يعني؟ بدك شيء جذري. شو يعني نظام؟ اليوم أنت بلبنان أول شيء عندك سلطة؟ بدناش نكون السلطة بانتخاب الرئيس. لا لا لا، رئيس ما بيعمل سلطة. بده يرجع هو. بيعمل شرعية. من خلاله في حكومة في. بيعمل شرعية لسلطة غير موجودة. بأي معنى؟ كيف بتصير السلطة؟ لأنه لما السلطة بتكون توافقية ليست سلطة. يعني بدنا نرجع نعيد النظر باتفاق الطائف. إذا بدنا شيء أنا عم فسر بموضوع علمي. طبعًا. اليوم شو يعني ديمقراطية؟ يعني في إنسان منتخب عنده سلطة يحاسب عليها. هالشخص هذا ما هو أكيد من شخص، يعني مجموعة سياسية وفي معارضة وفي مجموعة تحكم وفي معارضة وفي آلية حكم قرار بيتاخد ينفذ ومن ثم يحاكم عليه من قبل الشعب، من قبل المجلس. نحن في مشهدية تختلف تماما، لأنه أنا دائما بقول النظام هو يجب أن يكون أفقي بأي معنى. يعني الكل متساويا قدام القانون، القانون فوق، النظام أفقي والكل تحت القانون. ترامب حكم طالع في حبس تحت القانون، ترامب تحت القانون، والدولة تنفذ القانون بغض النظر عن السلطة السياسية اللي هي بتعمل القانون. نحن من 69 شو صار؟ طلعت النظام الأفقي صار نظام عمودي،
من فوق لتحت العمودي، يعني نظام سايلو طوائف، كل طائفة عندها شو اسمه هيكليتها نظامها العمود تبعها، مصة الدولة اللي عندها. بعدين ما الدولة تكون منفصلة عن السياسة، صارت العواميد السياسية، العواميد الأفقية، العواميد العمودية، العواميد الطائفية أخذت الدولة اللي عندها، صار في هناك عدم نظام. هذا الموضوع هذا جد جدا، هذا الموضوع بده دراسة وبده تبصر وبده إمكانيات وبده ظروف. فيك تروح من ترجع تعطي سلطة لمن بإيده، فيك تعمل مداورة برئاسة الجمهورية، فيك تعمل لها مركزية بسيطة، فيك تعمل لها مركزية موسعة، فيك تعمل فيدرالية، فيك تعمل كونفدرالية. هذا الموضوع جد جدا جدا جدا، وما بيتاخد بعناوين، ما بيتاخد بيقول بأنا عبيلي هيدي وأنا عبيلي هيدي. هذا كله لازم يدرس، ولازم يكون هناك في 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 نوع ما فكر عميق عم يدرس هذا الموضوع من كل الفرقاء، بغض النظر عن الانتماءات أو الرغبات. بدنا نوصل لمحل نقول دفعنا ثمن غالي جدا 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 من 69 لليوم، عدم توافقنا على كيفية مشهدية لبنان، لأن كل واحد بيشوف لبنان بشكل مختلف، كل واحد بيشوف لبنان بشكل هو وانت. بدنا نبطل نشوف هو وانا، بدنا نشوفه سوية قوى. نوصل لهيدي ربما لا، ربما يوما ما. معالي الوزير، نقول نحاس بيفتح معك محور آخر بهذا الحوار، المحور الاقتصادي بالتفصيل. حكيت كلام مهم عن قدرات الاقتصاد، النمو، إعادة الاقتصاد المنتج. سؤالي الأول، الأزمة الاقتصادية اللي عايشين فيها، كيف السبيل للخروج من هذه الأزمة؟ من 4 سنين لليوم عم نتفرج، الخطوة الأولى المطلوبة حتى نستعيد عجلة الاقتصاد المنتج، شو لازم ينعمل؟ أول شيء بدك تعالج موضوع لما مضى، أو خليني أرجع، لما مضى اتفاق مع الـ IMF، اتفاق الموظفين SLA Staff Level Agreement، نحط قضية الطريق واضحة جدا، واضحة جدا، أني أولا أنت بدك تعمل في إصلاحات، بدك تعمل كلمة إصلاحات أنا بدي أطلع منها، لأنه تعني خطوات، تعني كل شيء، تعني كل شيء ولا شيء. أوكي، بدك تعمل 4 قوانين أساسية لتقدر أنت تطلع تروح تبحث مع صندوق النقد بخطة إصلاحية اقتصادية متكاملة. الدولة اللبنانية، الحكومة اللبنانية، حكومة الرئيس مياتي، عملت اقتراح 4 قوانين، أو أيام راحوا 4 قوانين الأساسية: قانون الكابيتال كنترول، قانون التوازن المالي، وقانون إعادة هيكلة المصارف والموازنة. الأربعة راحوا على مجلس النيابة، ولكن لما فتنا بالفراغ الرئاسي، وهناك موقف ووقف التشريع كده، تعطل كل شيء. لما بيتعطل كل شيء، وهدول القوانين بكل بلدان العالم، لأنه بتصير أزمة، ما في بلد ما شاف هيك أزمة، يمكن ما بكبر أزمتنا على حجمنا، ولكن شاف أزمة، شهر ماكسيموم يكون طلعوا القوانين كلها، لأنه ما فيك بلد يمشي من دون انتظام عام مالي. شو يعني انتظام عام مالي؟ اليوم القانون لما بتحطه انت، القوانين المالية بتحطه ضمن ظروف معينة. يعني انت اليوم اذا بنك فلس، انت بتبعته على التفليس وتدفع للمودع بهاي ضمان الوضائع. اليوم لبنان لما بيوقع النظام كله سيستميك فاليير، ما فيك تقول انا بدي طبق القانون، اختار القانون. في إرادة، السؤال في إرادة سياسية بهالشيء، لأنه هلأ في فراغ رئاسي. قبل الفراغ الرئاسي، يعني موضوع الكابيتال كنترول بيقبرص ب 48 ساعة عمل. أنا تأوصل تقلك أنه هالانتظام العام المالي الجديد بده هلأ وينين؟ في إرادة سياسية لألو؟ هون السؤال، هذا السؤال. أنا بأي ماني شايفة لهلا، أنا ماني شايفة، لأنه كبير، أنه الأحزاب تعطي أنه لا جاي اكتب لي هيك، لا جاي اجمعهم هيك، لا جاي اطلع هيك. يمكن هيدي وراها بتترجم عدم هالحماس
عم احط كلمه حماس انه هو ما بس ما في حماس ما في في الامور شوي في الامور حماس على الذهاب الى هالانتظام العام المالي يلي هو اساس انطلاقه اقتصاديه جديده، هو اساس ولا يمكن بعد منا بتجي الاصلاحات البنيويه الاساسيه يلي حاططها الحكومه بخطه النهوض الاقتصادي يلي المبادئ مبادئه راحت على مجلس النيابي او اعلن بها مجلس النيابي بايلول افتكر 22 ولهلا السنه في حوالي 89 بند 89 بند يلي هدول بياخذوا اشهر وسنين وتوافق سياسي لانه هدول بدهم جزء منهم تشريع جزء منهم مجموعه قوانين بدها تطلع عمول في حوالي 40 50 قانون يعني هدول يعني هذه وفشه حقيقيه ولكن بدها الرغبه القدره الحماس السياسي انها تنتج. هيدا من هيك عم اقول اذا ما في توافق داخلي على هالتوازن الجديد الداخلي انا رايي حنضل نحن نبرم بحلقه مفرغه ونحن بحلقه مفرغه عليه. برايك كل هذا الموضوع مأجل لما بعد انتخاب الرئيس من بعد توافق سياسي لانه هو الرئيس بده يجي نتيجه التوافق السياسي هذا اللي عم نحكي بشكل او باخر. طيب انا بدي اتصور بدنا نروح على اقتصاد منتج، شايف هيدي الصوره بعد لبنان بيعود اقتصاد منتج، وين نقاط القوه اللي عنده؟ شفنا المنطقه اخذت الكثير من دور لبنان. لبنان متقدم جدا كعنصر بشري انه يكون قادر يكون هو عنده دور اساسي في المنطقه وفي العالم. عشو لازم يلعب؟ بلعب على اليوم بتطور التكنولوجيا وتطور كل ما بيقول العلم الداتا. لبنانيين متقدمين جدا قادرين يعطوا سيرفيس خدمه مثل ما انت عندك خدمه طبابه، خدمه تعليم، خدمه هندسه، بصفي عندك خدمه معلوماتيه. تكون انت بتكون الاساس صناعتك اليوم اذا كهربتك بتصفي اليوم ب 10 سنت و 9 سنت عندك قدره تنافسيه فظيعه. يوم صناعتك الغذائيه وصناعتك الانتاجيه عم تتطور بشكل كبير جدا. ما بتشوف في فجوه بيننا وبين العالم الاخر؟ سبقونا عم بيقدموا خدمات نحن يمكن اليوم تجاوزونا بمحلات كثيره. ليك بضل العنصر البشري اللبناني متقدم. طيب والبنى التحتية المواكبة اليوم نحن وين على الصعيد اليوم التكنولوجي؟ قطاع عام تقريبا مدمر إذا ما بدنا نحكي إدارات ما عم تشتغل. عم ننتقل من القدرة يعني إمكانية إلى التحقيق. الإمكانية موجودة بالقطاع الخاص والقدرة موجودة لأن القدرة البشرية موجودة. القدرة البشرية هي الأساس، هي موجودة، هي عم تشغل، هي عندها دور أساسي بكل هالبلدان اللي حوالينا واللي عم تتقدم علينا وتقدمت علينا بكثير. اليوم الحكومة الإلكترونية ببلدان عربية متقدمة جدا 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 وجزء كبير منها وراء لبنانيين. فإذا ما عندي أنا عم ضوي على القدرة البشرية طبعا. اليوم إذا صار في إعادة الانتظام السياسي وهناك سلطة فاعلة وهناك سلطة عند قوانين متقدمة وقوانين إصلاحية حقيقية بتجمع اثنين بيعطوا أكيد مجتمع جديد ومجتمع قادر. أنا ما عم أحكي شعب، ما عم أحكي حلم، أنا عم أقول لك رغم الظرف الحالي اقتصادك اليوم عم يتحسن. أجوا صلحوا حالهم الـ IMF وورلد بنك، كانوا عم يقولوا ب23 كان عنا نمو سلبي، هلا صلحوا قال كان عنا نمو إيجابي 2.3 رغم الأزمة 2.3 بقى مهم جدا جدا جدا. مشان هيك أنا عم أقول أنا ما بعت الهم القدرات الاقتصادية البشرية تبع لبنان، أنا بعت الهم قدرات اللبنانيين كطوائف إنه يتفقوا بين بعضهم. طيب إذا بدنا نروح بالتفصيل أكثر على هذا الاقتصاد والإصلاح المطلوب، بدنا نختصر هذه القوانين الإصلاحية حتى يقلع هذا الاقتصاد لنساعد هذا الاقتصاد أن يكون منتج. في أولوية لإصلاحات معينة، وأنت ما بتحب كلمة إصلاحات. لا أعمل لك البرنامج الإصلاحي موجود موجودين بتفصيل، بس أنا بقول لك الإصلاحات البنيوية هي مبنية على ثلاث مفاصل أساسية. أول شيء إعادة صياغة الدولة. اليوم حجم الدولة كبير وكبير جدا، يعني معالجة وضع القطاع العام. أيوة هو يلي خلى صفي عندك أنت كان
كل سنة كل سنة من 90 لليوم عندها كان عجز بالموازنة من حجم الدولة. بس هلأ اليوم عم ينحكى أنه انخفض عدد القطاع العام نتيجة الإحالة على التقاعد والهجرة وما في تعيين. القطاع الإداري خفيف منه كبير منه كبير. المشكل وين؟ قطاع الأمن. نحن بدنا هالجيش بدنا هالقوى الأمنية 120 ألف والقطاع التقاعدي المتقاعدين حيسيبوا هن العدد الكبير، لأنه نظام التقاعد في لبنان أولا من أغلى نظام موجود. يمكن اليوم ما بقى كان كتير اليوم شو بس التقاعد بس بالنسبة لاقتصادك، أنا محكي بالنسبة للمتقاعد أكيد أكيد احترق دينه، بس بالنسبة لحجم اقتصادك السي كتير 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 مهم. تاني شيء عندك أنت اليوم الأمنيين بيطلعوا على التقاعد بعد 15-20 سنة بس، لأنه تربية من ثلاثة بيعطيون هالمجال. وما بدي فوت التفاصيلة بس، ولكن أقول واضح هذا الملف، أقول أنه حجم الدولة هو نقطة أساسية كبيرة. تانية الموضوع اللي بده معالجة وبسرعة هو موضوع الخدمة اللي بتنتجها القطاع العام. الخدمة اللي بينتجها القطاع اليوم القطاع العام هي خدمة غالي جدا وغير منتظمة وغير فاعلة. بأخذ الكهرباء، بأخذ الكهرباء أغلى كهرباء بأقل كهرباء موجودة. يوم إذا ما بنرجع للقوانين الإصلاحية تبع 2002 يلي ما تنفذت لأنه تتعارض مع القدرة للسياسيين أن يتحكموا بالمفاصل تبع الدولة، ما حيمشي الحال. يعني كل الهيئات الناظمة يجب إعادة. طيب معقول أنه هيئة ناظمة من 20 سنة أكثر من 20 سنة ما بتتشكل؟ لأنه بتتعارض مع سلطة الوزير. قصة هاي قصة هون واضحة جدا. الزعامة بلبنان تبني على شو؟ على الخدمة، على التوظيف، على التلزيم. إذا بتشيلوا هالثلاثة من إيده بطل زعيم. نحن في عنا زعامات على موضوع فكري، على مشاريع اجتماعية. خلينا نقول أكترية الزعامات هيك، لا في زعامات، بعض الزعامات عندها مشاريع وعندها رؤية. هلا عم تحكي الواقع اللي نحن فيه هو الواقع اللبناني، هذا هو اليوم، هذا هو هذا الواقع اليوم بلبنان. اليوم هذا الموضوع إذا ما بدك ترجع تخلي القطاع القطاع العام أو الخدمات اللي بتعطيها القطاع العام يكون عندها دور في إنتاجية الاقتصاد، انت بتكون عم تلجو من الاقتصاد. لان شو الخدمه؟ الخدمه هي جزء من التكلفه. لما كلفه القطاع الخاص عم تكون كبيره من جراء عدم فاعليه هذه الخدمه اللي بتعطيها القطاع العام، شغله اساسيه. ثالثا بدك تعمل قوانين تقدر تحفز الانتاجيه، تقدر انت تكون في عداله، كمان تحفز بعداله. هدول كلهم مشروع متكامل محطوط بتفصيل الممل، بس ولكن الإرادة السياسية بدك إرادة سياسية. سؤالين بعد بالموضوع الاقتصادي. أول سؤال عن الدولار، في ثبات بسعر الدولار من فترة طويلة وإدارة من قبل حاكم مصرف لبنان بالوكالة اليوم لهذا الموضوع، برأيك سبب هذا الثبات رغم أنه نحن بأزمة اقتصادية طويلة عريضة، وهل يستمر هذا الثبات ولا في خوف بهذا الموضوع؟ أول شيء بدنا نعرف أنه نحن من نيسان 23 تغير المشهد. الدولة كانت عندها موازنة قبل الأزمة 17-18 مليار دولار، وصلنا ب 22 ل 700 مليون دولار. بس تشخص شو يعني دولة كانت 17 مليار دولار هبوط حاد بس 700 مليون دولار؟ لأنه كانت الدولة ما عندها ولا مجال ان تدخل مداخيل، لانه كانت كل شيء 1500، بينما المعاش صارت على كانت وقتها 45-70-60-80. لما اجت الحكومه عملت الدولار الجمركي على السعر الفعلي، فجاه انقلب المشهد. الدوله طلعت من 700 مليون ل 3 مليار ب 2024، وفي امل ان تكون اكبر بال 25. هذا الموضوع خلى لأول مرة منذ سنوات ب 23 يكون في فائض بحسابات الدولة من 36. هالفائض هيدا عم يمتص نوعا ما
الدولار اللي ممكن يتعطى، لأن الدولار اللي عم يجينا من برا عم يجي من برا. دونك هل 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 الفائض بالموازنة عم يعمل هالتوازن بالموضوع النقدي؟ فإذا الدولة عندها فائض عم تستعمله مشان موضوع تأمن نوعا ما ثبات هذا السعر، وهذا مستمر وعم يتحسن مداخل الدولة. يعني إلى حد ما نحن بمنطقة الأمان بين مزدوجين. بمنطقة الأمان على أن نطلع خطوة أخرى نحو إعادة نوعا ما إحياء قدرة الدولة على ما بس أن تأمن مصاريفها التشغيلية، ولكن كمان في مصاريف استثمارية لازم نبلش فيها. بس خطوة خطوة، ولكن صار في تغيير جذري جذري. انتقلنا من مكان إلى مكان مختلف يلي عم نشوفه بهالموضوع. بموضوع الودايع كمان السؤال، موضوع الودايع بعدنا بالتعميم 158 300-400 دولار للشخص، وما عم بتقلع هذه العملية. كيف السبيل؟ يوما ما ستعود هذه الودائع لأصحابها؟ ليك الودائع بدي هذا الموضوع كتير مهم. خذ وقت. الموضوع بالشعبوية السياسية شطب ودائع كان ودائع. شطب ودائع إجا بمشروع العزار. مشروع العزار أنا بعطي 500 دولار وبشطب الباقي من أول يوم. من 19 شطب الودائع غير موجود بالفلسفة السياسية تبع الحكومة، غير موجود شطب الودائع. يعني خلاص تنسي الموضوع. بس هذا كلام شعبوي في ناس بتحب تقوله لأنه بتأبجي عضلاتها، بس مبني على وهم. من القانون اللي طلع أو اللي موجود اليوم هذا اللي هو اسمه إعادة التوازن المالي، مبني على عدة خطوات اللي هي بتعالج نوعا ما الودائع بشكل ان تعيد لحوالي 85-90% من المودعين كامل وديعتهم. على اي الفترة الزمنية؟ 10-12 سنة. هذا السؤال ليش عم نقول هيك؟ لانك انت ما عم تد الوديعة، لانك اليوم انت 86 مليار رجعت فتشت لقيتهم موجودين عم توزعون. لا مش هيك، مش موجود. انت عم تقول هيدا حق للمودع، بدي أمنه، بدي أمنه عبر استعادة النشاط الاقتصادي، وبدي أعطي أولوية فيه للمودع. يعني أنا هذا حق لأله بدي أعطيه، بدل ما أعطيه بسنة عم أعطيه على سنوات. هذا الفرق بين هالخطة وخطة لازار. خطة لازار كان عم تشطب، بينما هيدي عم تقول أنا مع نمو اقتصادي معين، مع شروط معينة، مع أنا قادر أعطي للمودع كامل حقه بالسعر اليومي، بالسعر الفرق. ما أنه على سعده لحديد تقريبا كان 100,000 دولار، والبقية عم تعالجهم كلهم، عم تعالجهم، ما عم تعطيهم ياهم بشكل كامل متكامل، ولكن عم تعطي قدرة، عم تعطي حق. وإذا صار في نمو يمكن بيسترجع 70-80% من حقه. هلأ المهم هون إنه أمتى بدنا ننطلق بهذا الموضوع؟ برجع بقول هذا بده قرار سياسي، بده التزام سياسي كبير، بده نبلش بالتشريع. يمكن مرأي الجمهورية هذا ببلش، ولكن هالأربع قوانين إذا ما طلعوا ما نقدرين نعمل أي شيء. الكابيتال كنترول، الكابيتال كنترول هو مش معمول مشان موضوع تحويل الأموال. خلصت الأموال، راحت الأموال، انتهت، خلصت، ما في أموال، ولكن من أجل ضبط الميزان المدفوعات والحساب الجاري وإعادة تكوين القدرة الذاتية بالعملة الصعبة. هذا الموضوع الكابيتال كنترول ما له علاقة بجزء صغير منه التحويل الخارج، لأنه جعلنا ما بقى فيه. الموضوع الثاني هو موضوع اليوم اندمجوا مع بعضهم التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف وموازنة 25. السؤال الأخير دقيقتين بس، بدي أحكي عن موضوع إعادة هيكلة المصارف، لأنه كمان هون في مشكلة كبيرة. شو دور المصارف؟ في شركات مالية بلشت تلعب دور هذه المصارف، ومنعرف نحن ليقلع الاقتصاد مزبوط بدنا مصارف شغالة. أكيد مشان هذا القانون أنا رأيي لازم يكون عنده أولوية على كل شيء، على كل شيء. يعني إعادة النظر بعدد المصارف مثلا، هذا 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 القانون بيرجع هو بيفتح المجال، لأنه ما حنفوت بالتفاصيل. بالقانون بيقول إنه كل بنك إذا ما ليل بده يقدم هو خطة عمله على أساسها بياخد إمكانية إنه يفوت بالتسوية. هذا الموضوع لما بيجي البنك المصرف بيوع الهيئة الخاصة اللي عتنشأ ليقدم هو مشروعه،
ساعتها بيبين إذا كان هو بده يوعى التصفية أما بده يكفي، ولما بده يرجع يفوت بالتسوية بدل التصفية ساعتها بيبين هو إذا بده يندمج مع غيره أو لا. بيبقى أنه أتشكرك معالي الوزير نقول نحاس على المشاركة وتلبية الدعوة إلى كواليس الأحد. لمن يرغب بإعادة الاستماع إلى هذه الحلقة يمكنه ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لإذاعة صوت لبنان. موعدنا يتجدد بعد أسبوع من الآن، فإلى اللقاء.